il faut être efficace. Il faut de la verticalité à un moment donné. Il faut se créer des occasions. Ne créez pas d'occasion, ce n'est pas marqué. Donc c'est le système que j'avais mis en Belgique en place, mais avec un bloc collectif. نجاوبك على نطاق سميد الفريق وكنسؤول باننا كان عندنا واحد التحدي عندنا واحد المشروع رياضي اللي خديناه كمكتب مسير وكنظن ان سي انيس محفوظ والمكتب المدير ديالو هذه مده هما كيعملوا على انجاح واحد المشروع رياضي كنظن بان مارك فيلموس اللي كنرحبوا به في نادي الرجاء الرياضي فهو داخل في هذا المشروع الرياضي كنقول بان المقياس والحكام ديال كل مدرب والملعب كنتمنى اننا نتفقوا في الاختيار ديالنا كنتمنوا مقام كما كنقولوا ناجح ان شاء الله للمدرب وكنتمنى ان هو عنده واحد تحديات عنده واحد الاهداف اللي باغي يحققها في نادي الرجاء الرياضي وكلنا تفاؤل كنطلبوا الدعم ديال الجماهير ديالنا ويكونوا رانا لان خرجوا اشاعات على المدرب خرجوا مجموعه من الاشاعات مجموعه من المبالغ اللي هي خياليه هادشي ما كاينش حنا جينا اول حاجه لترشيد النفقات ونحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب فكنتمنوا له التوفيق وكنتمنوا انه ينجح في المهمه ديالو في الاهداف المسطره كمكتب المدير.